ولا مش ده اللي بيطلع في اللي هو بتاع فيلم بتاع اسماعيل ياسين في مستشفى مجانين اللي كان بيقول دي منبه يا معلمي منبه؟ هو خليه بقى يركز بقى، انت ما شفتش اللي انا شفته امبارح؟ وريه. ها حامل ده تمثال. الله اكبر الله اكبر، خرب بيتك انت ما كنتش عارف ان هو تمثال؟ كنت طول الوقت بتبيعه على اساس انه ايه، خص وملانه. مبدئيا المكان ده ملعون. شفت شفت يا دول، عشان انت ما كنتش مصدقني. شفت يا عم؟ كمل يا معلمه. معلمه؟ معلمه ايه؟ انا بروفيسور معايا شهاده الدي اتش اف، تخصص لعنه فراعنه. يا لي خرب بيتك، بروفيسور تقول له معلمه؟ احنا اسفين جدا، اتفضل كمل يا اسطى. المكان ده مليان لعنات كتير قوي، بس انا مش قادر احدد كام بالظبط. انا شايف دلوقتي لعنتين، كل لعنه ألعن من التانيه. علي اللعنة، الراجل ما فاهم حاجة. يا دولة بقى يا دولة، خليه بقى يشتغل بمزاج. طب والعمل بقى يا كابتن؟ عمل عمل ايه؟ العمل عمل ربنا ونعمة بالله، ما قلناش حاجة. بس يعني حضرتك أرواح الفراعنة دي هتطاردنا ليه؟ ده واحد أرواح الفراعنة يعني تضيع وقتها وتيجي تطاردوا حضرتك؟ وبعدين حضرتك دي كلها يعني آثار مش حقيقية. لا حضرتك فاهم غلط، دي آثار الفراعنة فلازم تيجي تحميها. حضرتك دي تقليد لآثار الفراعنة عشان الأجانب يهدوها لبعض يعني. يا دولة بقى ما تكبرش بقى يا دولة، أنت ما شفتش اللي أنا شفته امبارح يا عم؟ ما بيقول لك أرواح الفراعنة. أنت برضو مش عايز تصدق. حضرتك أصدق إيه؟ إذا كانت أرواح الفراعنة دي مش عارفة تحمي الآثار الحقيقية اللي بتتسرق وتتصدر لبره، هتحمي شوية تماثيل تقليد جوه بازار؟ لا انا هقول لحضرتك بقى يا كوتش، بص الفراعنه واللعنه هما مالهمش دعوه، دول اثار تقليد ولا مش تقليد ولا اصليين، دي المصلحه بتاعتهم فلازم يجوا عشان يحموها. دي المصلحه من زمان قوي، يعني رزقتهم من 5000 سنه. رزقتهم من 5000 سنه؟ هما ليه بيشتغلوا فيها ومعابد وبتاع واثارات وناس رايحه ناس جايه، في فلوس يعني. بقول لك يا استاذ عادل، المكان هنا ملعون وفي لعنات كتير قوي، بس انا ممكن اطلعهم لك وكله بحسابه يعني تأبجني. ايه يا عم ايه يا عم، انت جايب لي رفعي طلع لي تعابين من المحل. حضرتك انا مش عايزك تطلع حاجه. مش هتطلع حاجه؟ وتفضل اطلع انت بره. انا؟ ايوه. يعني بتطردني؟ ماشي اتفضل حضرتك بره. ممكن اخد الشنطه؟ اتفضل خد الشنطه وخد اللعنه. اتفضل واللعنه. ماشي بس هترزق على فكره. ماشي ترزق بعيد عننا، اتكل على الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ده حرام يا عم. يا دولة بقى يا دولة، ما خليتوش يطردهم ليه بس يا دولة؟ طب انا دلوقتي بقى هبت في البازار ده ازاي دلوقتي؟ تقلقش يالا هترزق. عادل، هو رمزي هيبات معانا النهارده ولا ايه؟ ايه ده؟ هو لسه قاعد لغايه دلوقتي، انا قلت اكيد زمانه زهق ومشي. ده بقى لي 3 ساعات. انت بقى لك 3 ساعات عمال تحل في الكلمات المتقاطعه. الناس دول اصلهم مش فاهمين. الناس اللي عاملين الكلمات المتقاطعه مش فاهمين؟ طبعا. بيقول لك اهو يا ستي، بصي، كلمه مكونه من 8 حروف اهم، عن بلد بتشتهر بالبن، وسايبين 8 حروف. طب ما هو صح 8 حروف؟ لا طبعا، 5 حروف بس يا ماما. بولاء 5 حروف معروفة يعني، ودي أشهر بلد بتتاجر في البن البرازيلي. يعني مش البرازيل ذات نفسها يعني. بقولك ايه، سيبك من الكلمات المتقاطعة وقوم حللنا مشكلة رمزي. يا ستي رمزي يعني هيجرالو ايه؟ شوية يزهق ويمشي، وأكيد ما بيعملش حاجة. عادل احنا مش عارفين نقعد بحريتنا في البيت. خلاص اتمشي بحريتك في البيت. Scientific consensus is that we are causing global warming. يا رمزي الفيلم حلو ولا ايه؟ لا دول انا ما بتفرجش على التلفزيون. امال قاعد بتعمل ايه؟ دول ما انا قاعد بتفرج على التلفزيون اهو. قاعد بتفرج
بتتفرج على التلفزيون. طيب انت طبعا مش هتتعشى اكيد، انت متعشي يعني؟ لا والله طبعا لسه ما اتعشتش يعني يا دولا. ماشي يا عم، خد يا سيدي ادي نص جنيه اهو، خليه معاك وروح اتعشى، اجيب لك كيس كشري مثلا. ربنا يخليك يا رب يا دولا. طب ينفع يعني اخليه معايا واقعد برضه اتعشى معاكم؟ لا مش هينفع، عشان احنا هننام دلوقتي يا رب. يا راجل الف سلامه، الف سلامه، السلام عليكم، تصبحوا على خير يا سيدي. لا لا واحده بس كفايه. تصبح على... انا اسف اخرتكم. لا لا اتكل على الله. يا سيدي الواد رخم رخامه بفانلته الحمرا دي، وعلى طول جاي وقاعد وقاعد كانه بيت اهله يعني، والتاوب قدامه اقعد احسسه ان انا متضايق من وجوده برضه، ولا هو هنا. الناس ما بقاش عندها دم خالص. والاخ معانا هنا ولا ايه؟ لا انا قاعد مستني الاتوبيس. جري يا رمزي، جري ما تقوم يا. لا يا دولا اقوم ايه، ما انا يستحيل ابيت هناك في البازار بعد اللي شفته وسمعته يا عم ليله امبارح. بص يا دولا انت هنا يا عم بيت ابن عم حبيبي اللي هيستحملني، ولا عايزني يعني ارجع البلد تاني؟ انت بتهدد. ارجع البلد يا رمزي، ارجع بلد. بص بصراحه ارجع بلدك يا رمزي. تخيل بقى دولا الكلمه دي وجعتني بقى من جوه هنا. ها انا لو عندي ذره كرامه واحده ما كنتش اقعد هنا في البيت ولا ثانيه بعد كده. وانت ما عندكش ولا ذره خالص يا دولا. اعمل له ايه بقى الواد ده؟ ريح نفسك يا عادل، الواد دهبل وعبيط ومتخلف واجوف من جوه. الله شايف الكلام درر. الله يخليك يا بنت عمي. انت ما فيش قدامك غير حل واحد، توديه عند دكتور نفساني، وبعد سنين طويله من العلاج والادويه ونكهربه ونصرف عليه مصاريف خساره في جتته، برضه مش هتوصل لحاجه، هيفضل اهبل زي ما هو. احنا لو جبنا له كونسلت ودكاتره مش هينفع معاه، انا فاهمه كويس. لا يا دولا انا عندي بقى حل تاني، انت يا ابن عمي تيجي تبيت معايا في البازار، ها، علشان تشوف بعينيك وعلشان تصدق ان انا مش مجنون ولا محتاج جلسات كهربا ولا مصاريف. انا بقى عندي حل تاني خالص، انا بنفسي هتصرف النهارده. دولا انا زهقت خلاص، زهقت زهقت. تحب اقوم ارقص لك حضرتك؟ يعني ده اخرك يا دولا؟ يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها لي هنا علشان تسليني؟ اسليك يعني؟ انا سايب بيتي واهلي وبنتي ومراتي عشان انزل اسلي اهلك؟ بقالنا ساعتين قاعدين في الهباب البازار ده، لا شفت لعنه فراعنه ولا شفت زفت. لو سمحت يا دولا احنا دلوقتي مش في ساعه شغل، يعني مفيش داعي تزعق لي. انا اسف يا حيوان. ايوه كده من غير زعيق. انا داخل بقى الحمام. اتفضل يا حيوان. Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رمزي يا رمزي انت فين؟ يا دولا ما انا قايل لك انا في الحمام. يا ابني بتهبب ايه في الحمام ده كله؟ يا دولا ما انا لسه ما كملتش ساعتين يا عم. ساعتين ايه؟ تقعد ساعتين في الحمام؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا دولا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش انا قلت لك يا دولا احنا هنموت 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 يا دولا؟ ايه دولا اللي بيحصل؟ مش عارف دولا، انا عايز اعترف لك بموضوع حاجه بتحصل عادي، الواحد مش ضامن عمره. ايه؟ عايز تعترف بايه؟ ايه؟ ما لا مفيش موضوع دولا، ما يلا نروح احسن. نروح ايه؟ انت كنت بتقول عايز تعترف. ايه ده؟ دولا انا عايز اعترف بقى بموضوع اكبر من سلام. ايه اللي حصل؟ دولا انا سرقتك، انا حرامي يا دولا، انا حرامي واستحق الحرق. في دي عندك حرق؟ انا سرقتك يا دولا، فاكر يوم ما كان في ضيوف عندك قلت لي روح هات لنا من القهوه حاجه ساقعه وشاي، ورجعت وقلت لك من القهوه قافله. ايوه ده كان امبارح يا ابني. يعني انت ايه ده؟ يعني انت حرامي وانا مستحملك الفتره دي كلها وانت حرام؟ واستحملك ليه؟ انت ماسك عليا زله. يلا يا ابني اطلع بره. كانت قافله، كانت قافله. قفلت ايه؟ وايه موضوع سناء؟ ما فيش. مين سناء قال الله؟ ايه موضوع سناء يا دولا؟ ايه ده؟ يلا بينا نمشي. اللي بيحصل يا رب يبقى حلم، يا رب يبقى حلم. يا رمزي عفريت، يا رمزي تعالى امسك، حطي دي كده على راسك وحط ايدك كده وامسكها، هتبقى ان شاء الله كويس. خليك انت حتى ايدك يا نقنو، انا تعبان. انت هتستظرف حتى وانت عيان. اه ايه ده؟ اهو فاهو، الحمد لله خضتني عليك. والله يا رجاله يعني متشكرين صراحه ان انتوا شلتوه جبتوه لغايه هنا، ما يستاهلش والله، كان مفروض ترموه. ايه ده؟ دولت دول عمال الغاز يا رمزي، كانوا جايين يحفروا ويركبوا مواسير جديدة. احنا اسفين يا استاذ رمزي، احنا كنا جايين عشان نقول لكم ان الغاز جايز ينقطع، بس هيجي بكرة ان شاء الله. الف هلا وشفا، متشكرين. اسفين يا رجالة، متشكرين قوي، اسفين لتعبكم يعني. اتفضلوا والله ما كان له لازمة ابدا ان انتوا تجيبوه على هنا يعني. انا لو منكم ارميه في اي حتة وخلاص. الف سلام. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. انا بقى هقوم اعمل لك كوبايه شاي، وانا بقى هعمل لك القهوه، وانا داخله نام. نقنو الحمد لله. نقنو انا كنت فاكرها النهايه بس طلعت البدايه. انت عارفه يا نقنو، ما تتخيليش انا شفت شريط حياتي كله قدام عينيا. انت بتلاغي اختي في بيتي؟ يا بلد اختي يلا. اطلع يلا يلا، اتكل على الله، روح على البازار نام هناك يلا. لا بازار لا يا دولا، لا بازار لا. هو ايه اللي بازار لا؟ واحنا بننقي وهدي عشان دي احنا مأجرينها. لا يا دولا تبقى عشان تطمنوا علي اكتر. احنا اطمننا خلاص يلا يلا، اتكل على الله. طب بص يا دولا انام هنا اهو. انت نام هنا اهو، ايه خلاص البازار مفيش اي حاجه تقلقك هناك في البازار. يلا هنا اهو جنب الشجره دي. يلا انا جنب الشجره. يا دولا اتكل على الله. في كزمور، يا ساتر. سقوط مروحيتين في النجف، يا ساتر. بناء وحدات سكنية للشباب، حجرتين وصالة، يا مسهل. بقولك ايه، صدعتني باللي سقط واللي وقع. شوف لنا حاجة فيها فرفشة كده، شوف لي حظك اليوم. تؤمن انت بالكف وبالحظ وبالكلام الفارغ ده؟ يا عادل اسكت، ده انا في واحد زميلي في المدرسة بيفهم يعني في علم الفلك والكلام ده، يعني مدرس فلك يعني؟ لا هو غاوي الكلام ده وبيفهم فيه. مسك كف ايدي يقراهولي، ساعة ونص ما سابش كف ايدي. ساعة ونص؟ ماسك ايدك؟ ساعتين الا ربع ماسك ايدك يا ابن اللذينة. انت لسه فاهمة دلوقتي يا هاني؟ ماسك ايدك ساعتين الا ربع؟ ايه بيقرالك الكف ولا بيفكلك شفرتك؟ اوعي حد بعد كده يمسك ايدك ولا رجلك، فاهمة ولا لا؟ حاضر يا عادل حاضر، ما كنتش واخده بالي. حاضر، شوف لي حظك اليوم. اوعي حد يمسك ايدك. حاضر.
انت برج ايه؟ الجردل؟ الدلو الدلو. ما الدلو يعني الجردل معروفة يعني. يصل كمال عن قريب ما تنسيناش بقى. حظك اليوم بيقول كده؟ يصل كمال عن قريب. لا انا على ما تنسيناش بقى. اهي مكتوبة بين قوسين اهي. نفسي موعت وقفلت من حظك اليوم. خشي لي على صفحة الحوادث. شوف لنا كده طريق مصر اسكندرية الصحراوي عامل كام النهاردة. ايه في ايه؟ استني بقى ما اشوف الحادثه اللي على المحور جوه دي. ايه يا ماما؟ انت عملت حادثه مع الدولاب ولا ايه؟ هلاقيه يعني هلاقيه. هتلاقي مين؟ حرامي كان جاي مستخبي ان هو يسرق الشتوي مثلا ولا ايه؟ شتوي ايه وصيفي ايه؟ بدور على دفتر التوفير بتاع اختك سناء. اختي سناء انصح واحده. اختي سناء دي من زمان على فكره وهي بتقعد تحوش بقى في حصالات صفيح. كانت بتعمل جمعيه بجنيه في الشهر مع صاحبتها نصحه نصحه يعني. فرحان قوي ده. بدل ما تتكسف على دمك ان اختك جايبه دفتر توفير من وراك. وايه المشكله يا مام؟ هو دفتر بفره تلاقيها شايله شيء وشويات وانت عارف. يا ماما ما تشيلي يا ماما، مش دفترها هي حره فيه. لا بقى مش حره، انا مش طرطور هنا في البيت، لازم اعرف كل قرش داخل وخارج رايح فين. يا ماما اذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات بجلاله قدره ما يعرفش ياخد من سناء لحق ولا باطل. حلاقيه يعني حلاقيه. يا ماما تلاقي ايه بس؟ يا ماما هي حره، انت تحب حد يفتح بوكك؟ وهو بوكي يا حسره في حاجه؟ طب وروني كده. انا مش عارفه، انا كنت عايزه اقول انسيه. ماما ماما بصي يا ماما، احنا هنا في البيت كعيله متماسكه مترابطه متجانسه، ما ينفعش يا ماما ان احنا نتدخل في خصوصيات بعض، لازم نحترم خصوصيات بعض. يا ماما بتدوري على حاجة؟ ما شفتيش الإشارب بتاعي؟ ما أنا غسلتهولك ونشرته زي ما هو نشف على الحبل دلوقتي. طيب ما أنا حلاقيه يعني حلاقيه. بتدوري على حاجة يا تيتا؟ مالكيش دعوة انت. وده ايه ده كمان؟ لمي كراريسك دي، مش لما واحد يضيع تقعدي تعيطي. بس يا تيتا ده مش بتاعي، بتاعي صغنن وعليه دبدوب، ممكن يكون بتاع عمته سناء. سناء؟ سناء. سناء، الكراسة دي بينها بتاعتك، بنسرق العلم اللي بيشر اسم الله. لا يا ماما الكراسة دي مش بتاعتي. وبعدين ايه الخط المقرف ده؟ مش بتاعتك ازاي؟ مش عارفة مش بتاعتي دي ايه. تعالي يا ماما. ايه؟ تعالي اسمعي. ايه؟ حينما تفتحت كزهرات اللوتس برية كنت أحلم بفارس أحلام الذي سيخطفني على جواديه الأبيض الزرمك الشي. دي ما عندهاش قواعد لغة خالص. ولكن حظي الأعثر جعلني زوجة لعادل الذي خطفني على كبوت سيارته المهكهكة. فقد كنت أحلم دائما بذكر بالغ، يعني راجل كبير يقود القطيع، لا أن يقودوه هو وأن يكون هو الفعل وليس رد الفعل. وهي مأساتي مع عادل الذي يتبع فيه أحياناً كثيرة طقوس والدته الشمطاء التي تشبه كثيراً أحدى بنوتردام، وأخته السايكو بربرية. السايكو بربرية؟ أنت سايكو بربرية؟ يا سلام، عجبتك قوي السايكو بربرية والشمطاء اللي قبلها بسطر دي، ما خدتش منك أي إحساس؟ هي مش شمطاء، دي الشتيمة؟ دي شتيمة وحشة قوي يا ماما.
ووحش قوي يا ماما. دي من قاع المجتمع يا ماما. يا خرابي، هو ايه البتاع ده؟ دي مذكرات رانيا يا ماما. طب وحياة شرفي، لا روح اجرجرها بشكرها واشدها من شعرها ووريها الشنطة دي على حق. لا اهدي يا ماما ولا يكون عندك فكرة، انا هقدبها لك. ازاي؟ بص يا ستي، انا لما يكون عندي ولد في الفصل مضايقني ما بضربهوش. بتعلقيه من رجليه. ليه يا ماما وانا منى الغولة؟ بسيبه على جنب وافضل ازله 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 لغاية لما يتخنق يجي يبوس ايدي يقول لي عشان خاطري ضربيني وريحيني. طب ما تزليها تزليها. هتشوفي عيني ليكي. ديك النهار يا عادل، ام ميرفت الاميره الطيبه اتخانقت معاهم وشوشو تحت الخضار على حزمتين فجل، وقالت لها كلمه كده انا حاسه انها مش ولا بد. قالت لها يا شمطاء. شمطاء دي كلمة فارسية مكونة من مقطعين، أول مقطع شمط وهو حيوان موطنه جمهورية خوارزم، والمقطع الثاني مين ده النداء الرسمي للخرفان في العيد. قالت لها يا شمطاء أم ميرفت وأم شيماء اتخانقوا، وقالت لها يا شمطاء ده كانوا بيردحوا البعض في البرنامج الثقافي ولا إيه؟ معناها إيه دي بقى يا عادل؟ والله اللي أنا أعرفه إن شمطاء دي يعني ست العجوزة الكركوبة اللي جلدها مكرمش اللي طقم أسنانها واقع. سيبنا بقى من الكلام ده خلاص، بقى أم ميرفت الطيبة الحلوة الجميلة يتقال لها يا شمطاء أم شوشو المزغودة اللي ما عندهاش دم. أم شوشو هي اللي قالت لأم ميرفت كده؟ بقول لك إيه؟ شمطاء ومكرمشة، بقى أم ميرفت مكرمشة؟ ده أحلى حاجة فيها بشرتها ولا حسنتها ولا ضحكتها الغمزات يبقوا في خدودها يجننوا. ضحكتها إيه يا ماما؟ أم ميرفت دي ضحكتها بتجيب آخر الشارع. اخلص يا عادل، ما تقولش على أم ميرفت كده، أحلى حاجة فيها ضحكتها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماما دي عجيبة. شوف امبارح ما كانتش طايقة أم ميرفت ومتضايقة منها جدا إنها أخرت إيد الهون ساعة اللي استلفتها منها، النهاردة مستعدية تتبرع لها بكليتها الشمال. عادل روحي حياتي ترارارا. يا سلام، إيه المشاعر الفياضة اللي أنت جبتيها دي؟ نزلتيها منين؟ من على النت؟ اسكت يا عادل، أما النهاردة حصل حتة حكاية. إيه حصل إيه؟ شيماء زميلتي في المدرسة مدرسة الكيمياء فجأة كده يا عادل عايزة تتطلق من جوزها. تتطلق ليه؟ بعد 10 سنين جواز فجأة بتقول ان هو ما بقاش فارس احلامها اللي المفروض يخطفها على حصان. يخطفها على حصان؟ هي طموحها انها تتجوز عربجي؟ اشترط على فارس احلامها يخطفها على حصان ابيض يكون زمركوشي. زمركوشي؟ كانت عايزة تتجوز مملوك ولا ايه؟ ايه يا روني؟ مالك يا حبيبتي؟ اعصابك تعبانة ولا ايه؟ في ايه يا راني؟ ايه اللي حصل؟ لا يا عادل، ده ارتطام عفوي. بتدور على حاجه؟ يمكن بتدور على اسم النبي حارسها وصيرها مذكراتها. مذكراتها اللي قالت عليكي فيها سايكو بربريه، واللي قالت عليكي فيها انك شمطاء. طب تفتكري بقى ممكن ما تلاقيش اسم النبي حارسها المذكرات دي؟ هي لو فتحت دماغها وسمعت الكلام وبقت مؤدبه ومشيت على عجين ما تلخبطوش احتمال تلاقيها. طب ولو ما عملتش كده؟ احتمال بقى يا ماما جوزها يعرف ان هو ما كانش فارس احلامها اللي المفروض يختفى على حصان ابيض زرمكشي، ومامتها كمان احتمال تعرف انها بتقول عليها انها غبيه وتخينه. يا دي المصيبه، مامتها وجوزها. لا 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 لا، احنا لازم نساعدها. احنا دلناها على الطريق يا ماما وهي بقى تساعد نفسها، هي صغيره.
تطلبوا. رانيا انا مزنوقه في خروجه كده، بلوستك البامبا نظيفه؟ انت عارفه كويس ان انا ما بسلفش حاجتي لحد، عارفه كويس قوي. اه ماشي حقك برضو. تعرف يا عادل؟ عادل ما يعرفش مكان البلوزه بتاعتي. قومي هتلاقيها في رابع درفة في ايه ده معقوله يا رانيا هتسلفيها بلوستك؟ حياتي اختي اختي حبيبتي. يا سلام انا بحب قوي الروح الجماعيه اللي بينكم دي، يعني تسلفيها البلوزات والجيبات، يعني تتعاملوا مع بعض بقى تتعاونوا يعني كاخوات فعلا. برافو عليك. طبعا يا حبيبي طبعا. رانيا يا حبيبتي ما شفتيش الشبشب بتاعي ابو صباع؟ لا يا طنط، اصل انا مش فاكره حاطاه فين، تحت السرير تحت الدولاب تحت الحوض، من فضلك شوفي لي هو فين. حاضر يا طنط. حبيبتي حبيبتي حماتي حبيبتي. ايه ده معقوله هي وصلت لابو صباع كمان؟ لا ده كده انا ممكن اتشجع واطلب منها بقى. رانيا كوبايه ميه لو سمحت. وانت ما تقومش تجيبها لنفسك ليه؟ ما فيكش قدر ولا ايه؟ ولا مامتك اشترت لي الخدامه بتاعتك؟ رانيا يا ريت بسرعه تجيبي له الميه. حبيبتي حماتي حاضر يا ما بعرفش ضيع ولا حلقه منه. بس دي اخر حلقه في المسلسل النهارده. يا سلام. والله رانيا روني حبيبتي انا مش عارفه ليه عندي صداع ودماغي عماله تضرب سبعات في تمانيات في سامبوكسات، ممكن تعملي فنجان قهوه ساده بس اظبط بيه نفوخي؟ حاضر يا سناء حاضر يا سناء. بلاش بلاش مسلسلات بلاش راحه. متشكله قوي يا رانيا، مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. ايه ده يا رانيا؟ ايه ده؟ انت قاعدة تلعبي وسايبة المكوة قد كده؟ مكوة ايه؟ مكوة ايه؟ حرام عليكم حرام عليكم يا ناس. ارحموني بقى ارحموني بقى، انا من الصبح بطبخ وبكنس وبنضف وبشطف وبعمل كل حاجة، ارحموني بقى. ارحموني ارحموني دي، واحنا مولعين نار وشدينك على سيخ وبنهوي عليكي ولا ايه؟ ولا يمكن حاطين على بطنها حجر وبنعذبها؟ لا 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 بجد بحرة حرام حرام بجد، لقد اوشكت طاقتي على النفاذ. سلامة بطارياتك يا حبيبتي، ماما لو سمحتي ممكن تجيب لها الشحن من التسريحة؟ حسيت ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف حسيت ايه بالظبط؟ ده انا لو جارية من جواري بتوع سوق عكاظ كان زماني خدت جمعة وسبت وحد اجازة. ليه جارية في البنك المركزي؟ بطلي لو سمحتي سخرية على كلامي. السخرية دي زي شمطاء بالظبط. لا ما تقصدش يا ماما، هي قصدها سخرية ان احنا بنتمسخر عليها بنشتغلها يعني. انت حساسة قوي يا رانيا. لا يا حبيبتي ده انا بحبك زي بنتي بالظبط، بس كل ده من العشم. يا رب انا عشمي في الكبير تخلصني منهم ويفتصل كده يا رب. اف بقى يا رانيا، من زمان ما قعدناش مع بعضينا قعده حلوه زي كده. على فكره عادل
ده ليه تأثير سلبي غير مرئي على العلاقة اللي بيننا. عموما تحب تطلبي ايه؟ ممكن اطلب بأي حاجة مختلفة متوازنة السعرات. اه طب تحبي نطلب مثلا 2 مكرونة بخاصية الكبدة؟ عادل 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 قريت مسرحية كراسي الاعتراف للكاتب المسرحي المشهور المؤلف العالمي أرنولد وشو؟ أرنولد وشو؟ لا أنا شفت فيلم لهيب الانتقام بتاع أرنولد شوارزنجر. بص يا عادل، هو أي كائن حي يعيش ويتعايش ويتنفس ويتفاعل مع الطبيعة بيبقى جواه كم هائل من المشاعر والمتناقضات والأحاسيس والاحتياجات. لو ما حصلهاش تفريغ، علماء النفس بيقولوا إن هو ممكن يجيله مشكلة وعطب في الجهاز الفني التنفسي. بعيدا عن أن أنا مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقوليها، بس يعني أنت عايزة توصلي لإيه بالظبط يا رانيا؟ هو أنا كنت مخبية عليك حاجة يعني. عادل عادل، انا خنتك يا عادل. ايه خنت يا شيخه؟ انا افتكرتك كنت هتقولي ايه. خنتيني 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 يا رانيا؟ بكهاش قوي يا باشمهندس. بس تكلت على الله، خنتيني يا رانيا. عادل حبيبي، انا خنتك بمؤلفاتي، بكتاباتي. عادل بكتاباتك ازاي يعني؟ خنتيني مع أجندة؟ لا بصراحة بقى، كتبت عنك كلام وحش قوي. ما هو أصلي يا عادل العلاقة بيننا فيها مشكلة طول الوقت، أنا بحس كده إن في حاجات ناقصة. هقولك بعدين. أيوة يعني كتبتي إيه في الأجندة؟ يعني مذكراتك مثلا، كتبتي أيام الإعداديتك، مراهقتك والكلام ده مثلا؟ كتبت مذكراتي عنك، بس مش هي دي المشكلة. المذكرات اللي انا كتبتها عنك دي هبقى احكيها لك بعدين، مش مشكله. المشكله دلوقتي ان سناء ومامتك عرفوا وخدوا مذكراتي ومسكينها عليا زله، وعاملين يتامروا عليا وبيعاملوني على اني جاريه من سوق عكاظ، ودي حاجه مضايقاني وخنقتني، فقلت اعترف لك وخلاص بقى اللي يحصل يحصل. طيب بص يا رانيا، بالنسبه لماما وبالنسبه لسناء، انت ما تسمعيش كلامهم، يعني هم يحاولوا يستغلوكي، انت بلطجي معاهم، ما تنفذيش اي حاجه هم عايزينها لغايه ما نتصرف بعد كده في حكايه مذكراتك اللي انت كاتباها عني دي بقى هنا. رانيا ممكن تلمعي لي جزمتي البني؟ لا مش ممكن، لاني انا ما بلمعش جزم لحد، انا بس بضرب بالجزم. حلو يا رانيا، حلو. ماشي حقك. تعرف يا عادل ان رانيا كاتبه مذكراتها؟ طب وفيها ايه؟ ما عادي جدا، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. طب تعرف يا عادل ان هي كانت بتحلم بفارس احلام يخطفها على حصان ابيض رماح؟ حصان ابيض رماح؟ والله انت عامله زي القطط، بتاكلي وتنكري. ليه انا مش خدتك القناطر وركبتك حمار ابيض وبرده كان رماح؟ هي حره تركب اي حيوان هي عايزاه. ليش؟ ايه رايك؟ تمام. رانيا خدي رفيلي الشراب ده. انا ما برفيش شرابات لحد يا طنط، ممكن حضرتك ترفي او تدي لبنت حضرتك ترفيهولك براحتكو. كده تعرف يا عادل. ايوه عارف يا ماما ان رانيا كاتبه المذكرات بتاعتها. وتعرف كمان انها كاتبه انها كانت تتمنى تعيش مع فارس احلامها في جزيره. في جزيره؟ والله عامله زي القطط يا رانيا، جزيرتين اللي تعيشي فيها. انا مش خدتك قبل كده جزيره الشايف ان انت الحيوانات وغديتك وحلينا كمان برز بلبن؟ عادل احنا مش اتفقنا ولا ايه؟ هي حره يعني يا ماما تحلم باللي هي عايزاه. وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك فاشل في قياده القطيع، وان القطيع هو اللي بيقودك. ايه الكلام ده بقى؟ عادل بقى، هو انتوا قريتوا مذكراتها كلها ولا ايه؟ وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك مش ممكن تبقى فعل، دايما رد فعل. لا 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 كده كتير قوي. انا رد فعل؟ ايه يا عادل، انت بتتخانق معاه علشان انا كتبت كده؟ متخانقش معاهم هم علشان اقتحموا خصوصياتي. خصوصياتي يا ام خصوصيات؟ تقولي عن الكلام ده كله وتقولي لي خصوصيات؟ خصوصياتي يا سلام، ما انت كمان كاتب في مذكراتك ان انا مش فتاة احلامك، وعمري ما كنت البنت اللي بتحلم بيها. ايه
انت قريتي كمان مذكراتي؟ لعلمك بقى انا ما احبش حد يقتحم خصوصياتي. خصوصيات ايه يا ابو خصوصيات؟ ايوه خصوصياتي، لان دي حاجه ببقى انا المسؤول عنها، دي حاجه انا بفكر فيها وبكتبها في المذكرات، فانا حر اكتب اللي انا عايزه. خلاص انا كمان حره ان اكتب اللي انا عايزاه. لا انت مش حره، انت متجوزه ومتجوزه راجل، لازم تحترميه ولازم تحترمي كل كلمه بيقولها الراجل ده قدامك. خلاص انا كمان، انت كمان متجوزني ولازم تحترم كل حاجه انا بحس بيها جوايا. ايوه حسن، اللي انت عصبي ده كان ايه؟ كان ايه بتكتبي جزيره جزيره اللي انت عايزه تقولي؟ يا رمزي خير؟ عايزني في ايه؟ لا مفيش حاجة. اقعد. مفيش حاجة اقعد؟ يعني انت مخليني اقفل البازار عشان مفيش حاجة؟ اصل بيني وبينك يا دولة، يعني كنت عايز ازوغ من البازار وقلت بقى يعني حد شجعني. حد يشجعك، وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي يشجعك. اللي لقيته بقى. طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمزي. تخصم لنا ايه دولة؟ ده انت صاحب الشغل، انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشرب شيشة؟ شيشة. طيب مخصوم لك 3 أيام يا رمزي، ومن بكرة الصبح تطلع على البازار تسيقه كله وتمسح التماثيل تمثال تمثال، وخلي بالك من تمثال حتحور، انت كسره قبل كده 3 مرات. لا انت مش بتقول بكرة، احنا ولود النهار. ولود النهار؟ 4 أيام خاص ما يا رمزي. ايه ده؟ انت شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ شايفه. ياه، ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده، هو من غير معاد ابدا. لا مش هو. مش هو؟ انت ايش عرفك بس؟ عارف بقالي 15 سنة نفسي اشوف الراجل ده. انت عارف الراجل ده بالنسبة لي يبقى ايه؟ ايه يا دولة؟ الحب الاول؟ الحب الاول؟ هنهزر. 5 أيام خاص ما رامز. 6 أيام بتزود؟ ماشي ماشي. ده يا ابني الشاعر حمدي عجلان. ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هم. بس يعني بس يلا. صباح الخير، مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الأستاذ حمدي عجلان؟ ايوه. اي نعم هو. حضرتك انا عادل سعيد، مؤلف على قد يعني، كاتب ديوان شعر، وعندي بازار جنب القهوه، يا ريت اقدر اعزم حضرتك على اي حاجه يعني. لا لا لا، في الحقيقه مش هقدر اشرب اي حاجه. لا 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 لا، ما يصحش يا ريس عجلان، ما يصحش كده. ده حتى يعني حتى حضرتك لو ما شربتش حاجه يبقى كانك تفيت في وشنا كلنا. ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائيه وعفويه. على فكره انت فنان فطري. لا لسه ما فطرتش والله، بس ما فيه ممكن كلنا نفطر مع بعض. الفطرية والفطور. الفطرية والفطور، يعني جناس ناقص. جناس ناقص؟ على فكرة صاحبك بيقول كلام قديم قوي. قلت لي انت اسمك ايه؟ الأستاذ رمزي. رمزي. تعرف يا رمزي ان بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتاعتي انها بتنتمي للمدرسة الرمزية؟ على اساس هو رمزي ورمزية. عارف حضرتك والدته برضو الله يرحمها كان اسمها رمزية، كانت مدرسة برضو. ما انا علشان كده كنت بزوغ من المدرسة. امي بقى. اشربوا يا بهوات. تشرب ايه يا ريس عجلان؟ اشرب حاجة على ذوقك. على ذوقي؟ حلبسة. يا رمزة حلبسة. حضرتك يعني انا حضرتك بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش اي دواوين جديده لحضرتك، واضح ان حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحله مخاض فكري للاندماج اثناء، ولا ايه؟ انت مش هتفطر يا استاذ عدلي؟ عدلي بيقول لك عدلي ده شارع عادل حضرتك. وانت يا استاذ رمزي هتفطرني ايه؟ حضرتك انا عامل ديوان شعر. يا استاذ خلينا في موضوع الفطار الاول. حضرتك تحب تفطر لحمه؟ لحمه؟ يا ريت والله يا ريت. حضرتك اسمعك قصيده بعنوان مصر هات. يا استاذ ما تحاولش تقتحم خيالي في اللحظه ديت. طقم بقى سلطات مع سائح. 7 أيام خاص. طقم سلطات مع سائح، بكده تكتمل الصوره. دولة انت سمعت بقى احنا عايزين ايه؟ ها رجليشنا بقى. رجليشكو؟ ده انا هروقك.
حضرتك ايه رايك على ما الاكل يجي؟ يعني اسمع حضرتك جزء من ديواني بعنوان مصر. ها هيكون في لحمه؟ ان شاء الله هيكون في لحمه حضرتك. يعني انا الديوان بتاعي بيتكلم عن الانسان المعاصر اثناء مروره باشاره المرور، والدنيا زحمه جدا وهو متاخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاعه بيخصم. ممكن اقول رايي؟ اتفضل. ممكن تكون اللحمه موزه ضاني بالبطاطس. يبقى ناكل عند العسكري. انا اؤيد هذا الاقتراح. وانا اؤيد هذا الانسان. وانا بخصم لك 8 ايام. حضرتك يعني مش تسمع جزء من ديواني اللي هو بتاع مصر ده؟ هو احنا مش هنروح ناكل الاول؟ ايوه طبعا هناكل يعني. خلاص انا هعمل لك ندوه تقول فيها كل قصايدك، وانا بقى اللي هديرها لك بنفسي. معقوله؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده شرف كبير جدا ليا يا فندم والله. وبعد بقى اما ناكل من عند العسكري نطلع على النبطشاجي بقى بتاع لقمه القاضي. لقمه القاضي بموت فيها، بالسكر بالسكر. دول حاسب بقى الاهواجي؟ ها ماشي حاسب الاهواجي. انا خصم لك كام يوم لغايه دلوقتي؟ 9 باين. 9 والاهواجي يومين، يبقى 15 يوم. يا سناء يا نجلاء يا طنط انعام يا ياسمين احضرونا. ايه 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 جري يا رني؟ واحنا كل ما نختلف مع بعض تقعدي تعدي العيله اللي في البيت دي؟ ايه في ايه يا رني؟ دلوقتي عايزاكي تحكمي ما بيننا، وانا عارفه ان كل مره بتيجي في صف ابنك، بس المره دي بالذات بقى مش هتقدري. وتحدي. قولي يا ستي، عمل ايه سي عادل تاني؟ سي عادل عايز يعمل ندوة شعرية في البيت. بدل ما تعمل لنا حلة شعرية باللبن والصفة نتعشى بيها، رايح تعمل ندوة شعرية؟ يا سلام، اللي يسمع كده يقول يعني محرومة من الأكل؟ ما انت بتاكلي كل يوم، انت ما بتركزيش غير في الأكل. وبعدين ندوة شعرية ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ان انا اعمل ندوة شعرية؟ الأكرة بتاعة أوضتي اتكسرت، عاوزة تجيب نجار يصلح. وبالمرة بما ان النجار جه يعني خليه يصلح ضرفة الدولاب بتاعي، كل ما قفلة تتفتح كل ما قفلة تتفتح، عايز يكون في عفريت عادل. هما يقصدوا يقولوا لك يا حبيبي ان في اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهقص والكلام الفاضي. كلام الفاضي. وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه، ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني. عموما ده بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا يا عادل مارس هواياتك اللي بتحبها، اهم حاجه يا حبيبي انها ما تاثرش على دراستك. على فكره يا عادل، بتوع الشعر دول عاوزين يستغلوك. وايه اللي خلاكي بقى متاكده او كده يا ماما؟ ده واضح يا ابني جدا، لان الشعر بتاعك ركيك. بس يا سناء عيب ما تقوليش لاخوكي كده. انت يا عادل يا حبيبي فاشل في الشعر. فاشل في الشعر؟ انا مش فاهم، في ام تقول لابنها كده وانتوا تفهموا ايه اصلا في الشعر؟ كلمه شعر دي جايه من شعور، وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصه في البيت. يعني مثلا ابي فرناس الشاعر الجاهلي عمره كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجه؟ ابو فرناس ما كتبش بيت وبيته ناقص حاجه؟ وانت تعرفي ابو فرناس ده منين؟ مراته معاكي في النادي يعني؟ خدناه في المدرسه، مدرسته مللو. ابو فرناس انت بتقولي عليه ده كان بيطير. الشعر اللي قصدك عليه اسمه ابو نواس يا جهله. غلط، ابو نواس ده بتاع الشاورما اللي في شارع جامعه الدول العربيه. بسم الله ما شاء الله، ايش جاب مدرستك اللي بباب الشعريه لجامعه الدول العربيه؟ بتيجي وانت يعني عارفه كل حاجه. فعلا ابو نواس ده كان بيطير في شارع جامعة الدول العربية وهو بيقول شعر، وقع فتح محل بتاع شاورما معروفة يعني. ودلوقتي يا جماعة بجد بجد، الشعراء دول لو جم هنا البيت أنا مستفيد، لأن أنا ممكن أبيع لهم الشعر بتاعي. بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهم ما أحسن. يا ابني أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول شعر. أقول لك شعر أبو نواس بيونس الناس، بح يا قفة يا قطة. هو أي كلام وخلاص. بص يا جماعة، انا فعلا غلطان ان انا فكرت اجيب الشعرة دول هنا، كنت عايز ادي قيمه تانية مختلفه للبيت. مش معقوله، حلوه قوي العماد. ربنا يوفقك يا دوله. خليك في حالك. اظن كده بقى يا استاذ عادل كل حاجه مظبوطه عشان الخطبه اللي هتلقوها من هنا. يا ابني ما اسمهاش خطبه، افهم بقى، اسمها تمسيه. الخطبه دي مش جمعه،
تحس كده بقى يا باشا، يا ريت تعمل حسابي في الميسه ده. انا عينيا ليك يا حته، بس اهم حاجه عايز القهوه النهارده منضبطه، مش عايز فيها اي دوشه، عشان نعمل الندوه بتاعتنا كويس. من عينيا. حاضر. قضيه شغل تمسيه. تمسيه مقضيه يا دول. اهلا اهلا. الشعراء جم. يلا صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ رمزي اللي كلمتك عنه. ايه ده؟ ايه اللي كلمتها عنه ده؟ لا انا مرتبط والله يا انسه. عنده حس دعابة شعبية. انا بعمل بحث في الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، منورين ايها الشعراء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. حيث تدار ندوتنا اليوم من هذه الترابيزة ان شاء الله، وربنا يتمم بخير. ايه يا عادل، بلاش ربنا يتمم بخير دي. بصوا بتبص لي ازاي. الانسه سمر الشرشاوي دي أستاذة في علم الجمال وباحثة اجتماعية، أما الأستاذ إبراهيم التت ده اللي ذكر اسمه في إهداء الشاعر رميح عفيفي، ده بقى فسوخة الحظ بتاعتنا، لما يتحط إهداء في ديوان أي شاعر ما يبيعش أقل من 50 نسخة. يا 50 نسخة ما شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ فسوخة. أهلا وسهلا يا دكتورة. والله يعني أنا صراحة مش عايز أعرفكم بنفسي بشكل تقليدي، ولكن هستعين بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايه ده، شكسبير، قال ان الوردة ايا كان الاسم، يعني مهما يكون اسمها ايه، يعني ستنشر عطرا، يعني هتملى الأوضة ريحة بقى. هو قصده يعني يقول تعرف فلان، اعرفه، قريت شعره. لا يبقى ما تعرفوش. انت ايش عرفك انت؟ انا عايز اقول ايه، مالكش دعوة. خلاص. يا جماعة انا هقول لكم قصيدة من ديواني بعنوان مصر، وبعدين هنعمل ايه في الليله دي؟ ربنا يستر بقى. انت مش قلت لك ان في عشاء؟ استاذ عادل عيب، العشاء موجود، اللحمه من عند العسكر ولقمه القاضي جايه كمان. طب اتفضل يا استاذ عادل سمعنا، اشتقنا والله، عايزين نستطعم. يا مصر يا حلوه يا غاليه، فيكي التوك توك مال الشوارع، ومحدش عارف هتعملوا له رخصه ولا هتسيبوه كده ولا ايه. يا مصر يا غاليه. استاذ عادل. ايوه يا سيدي عارف، بالسكر، لقمه القاضي بالسكر. مش المفروض ان انا اديني الندوه؟ انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان، يلا وقاحتي يلا وقاحتي. اتفضل حضرتك اتفضل. دلوقتي يا جماعه انا هقدم لكم الاستاذ عادل، شاعر مبتدئ، ودلوقتي هنسمع شعره والقصيدة اللي هلكيها بعد ما نشوف ماتش الأهلي. لا ماتش الأهلي ايه حضرتك؟ لا حضرتك، واحنا هنركز مع الماتش، احنا جايين نعمل الندوة، انت ناسي ولا ايه يا أستاذ عجلان؟ طب ما هو بتركة فنان برضو. مش ده ماتش الأهلي وطلقة؟ ايوه يعني هنسيب الندوة ونقعد نركز في طلقة. طلقة ايه اللي نركز فيها يا اخوانا؟ طب يا دولا، طب ما تقول البقين بتوعك في الهاف تايم. البقين بتوعي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا اما الندوة يا اما اللحم. انا مش فاهمة ايه اللي جرى للبدنجان. كان زمان ادب المقوار في كرش البدنجانة يبقى زي الزبدة على طول. ايه في ايه؟ دي بوظت البدنجانة. انتوا كده بتعملوه كده؟ بنعمله كده ازاي يعني؟ مش عارفة، أتاري أكلكوا كله مدهول ومهرول. أنا عرفت دلوقتي ليه. أنا عايزة أعرف بقى سناء، ليه ما بتنورش معانا البتنجان؟ إيه؟ أنور البتنجان؟ أنا تقوليلي كده؟ أنا امرأة عاملة، ما عنديش فراغ، ما عنديش وقت، أنا بربي نشء، زور المجتمع دي تتفتح من صوابعي. أنور بتنجان الآن؟ ها؟ فاضيالك أنا عشان أنور بتنجان. الولد ده حمار، أما ده بقى ده حيوان. تقوليلي إيه اللي عندي بهاي؟ اتفضلوا يا اهلا وسهلا، بس ثانيه واحده ثانيه واحده بس عشان افضي المكان، عشان عندنا ستات. بتبصوا على ايه؟ اصبروا. انت معاك حد يا عادل؟ ايوه معايا حد. معلش فضلنا بقى الصلاه هنا اهو. يلا يا جماعه، يلا يا سناء شيل المحشي اللي انت بتعمليه ده. اولا سناء ما نقورتش معانا ولا محشيايه من صباحيه ربنا. نقورت معاك؟ هو انت كده ده مهدي نقوره، مش تقوير ابدا اللي انت بتخرميها من الناحيه الثانيه. برافو عليك يا حماتي. سقفي انا كمان يا بابي، قورت بتنجانية. برافو عليك يا ياسمين، عقبال ما تكبري كده ان شاء الله وتقوري ورق عنب. يعني انت يا عادل ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟
شايف البيت ملعب كره رايحين جايين عمالين نرمح فيه طول اليوم، فقلت تريحنا من الجاي وتحبسنا. ما غصب عني هعمل ايه يعني يا رانيا؟ هعمل ايه؟ يلا يا رانيا يلا، ما تكتريش كلام معاه، مفيش فايده من الكلام معاه، تعالي نقعد في البيسين. يلا اتنين ليمون يا عادل. اجيب المايو بتاعي يا مامي؟ ايوه يا حبيبتي خدي المايو، يلا اتكلوا على الله بسرعه يا دولا، ايدي اتخدلت. اهلا وسهلا، خلاص عديهم عديهم، اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ايوه كده يا دولا، بقى كده الواحد يتفرج على الماتش يا ابن عمي براحته. الماتش ده في الاستاد، انت ايه اللي جايبك؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا يا شعراء. يا سلام، المنزل والبيت امتلأ بالاشعار انها يا سلام يا استاذه سمر، والله حضرتك نورت البيت المتواضع اللي انا فيه ده، الشعر كله ماشي بيتدلدق منكم ما شاء الله. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. طيب يا اساتذه، انا بعد اذنكم يعني حابب استاذن ابن عمي واخويا وحبيبي ان انا القي عليكم قصيده. لا قصيدتي ايه؟ قصيدتي انت جنون يا لا مالوش دعوه بالحكايه دي، انه يهرج يا ايها انه يهرج. كنت متاكده انه جواه شعر. يا ريت يا ريت نسمعه، ده احنا مستنيين اللحظه دي من الصبح. لا حضراتكم هو تهريج وخلاص ولا ايه؟ ده شاعر مش حد يقول شاعر يقعد يقول. ايه ايه انت غيران من رمزي؟ لا غيران منه ليه يعني؟ اتفضل 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 قول قول. ما تطرنيش بقى. ده بص حضراتكم، ده نام ده نام. تحية تحية للناس اللي جاية في الحتة دية في أحلى تمسية. امبارح امبارح وانا ماشي بالليل وحدي قطرني امين شرطة، بصيت شمال قلت اه، بصيت يمين قلت اه، بصيت لفوق قلت اه برضو، بصيت لتحت قلت يما، خدت جنب وعدى الامين بالكمين في المغربية. جعت جعت كلت تقلت نمت، وحلمت حلمت ببكرة أحلى من عم نول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله. ايه ده ايه شعر ده ولا مش شعر؟ طب ماشي مخصوم منك شهرين. ده بقى بيجمع بين الشعر والنثر، على فكرة اكتبها لي عشان انشرها في الجريدة. ما بعرفش اكتب. ايه معقولة الشاعر ما بيعرفش يكتب؟ يا ريت تدونها له يا استاذ عادل لانها مهمة جدا. ده بيفكرني بالشاعر العبقري المنتشر سيد العفن في القصيدة المهمة جدا بتاعته اللي اسمها المواطن المأفون. مواطن مقفول ايه؟ معلش بعد اذنكم يعني انا جايبكم البيت عشان اقول لكم الشعر، اقول بقى شعر ولا ايه؟ اتفضل قول قول يلا سمعنا. يا مصر يا مصر، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس اسمعيني والنبي بقى يا مصر بقى. عادل عادل عادل، عايزه ايه؟ حله المحشي، حله المحشي. محشي ايه في وسط مصر دي؟ بقول لك ايه؟ هات لي صباعين محشي. نية حضرتك. سخنوه. شكرا. حضرتك محشي ايه اللي انت عايزه؟ مش احنا طالبين اكل من عند الراجل العسكري ده حضرتك، لحمه وكله. واحنا شفنا منك حاجه؟ كمل كمل. يا مصر، نيلك طويل من اول بقى ايه كبر قصر النيل لغايه بقى ايه عين الصيره وبين السرايات لغايه القناطر كلها. إيه؟ واحد صاحبي بقول لك ايه، شوف لنا حاجه غير دي. غير ايه؟ غير اللي بتقولها دي. ليه حضرتك مش عاجبك؟ لا وحشه وحشه بصراحه، وحشه وحشه. والكلام اللي كان بيقوله ده كان حلو؟ ده شعر تلقائي. تلقائي ايه حضرتك؟ ما انت لو عايز بقى من ابو تلقائي ده. ما اتفضل حضرتك اتفضل. ماشي تلقائي ده انا فرق. ماشي. اللحمة حمرة والرز بيضة والفتة حلوة. الله الله، ايه الحلاوة دي؟
لي الشعر، شعر ولا بلاش؟ ولا حتة اللحمة حمرا، يا سلام على وصفه للون الأحمر بتاع اللحمة، وصفها بطريقة بليغة عميقة الأثر ولطيفة المذاق والمعاني. يا سلام، هو ده الشعر اللي عجبكم يعني؟ واقع، واقع ملموس ومأكول. مأكول إزاي حضرتك؟ إيه، إحنا مش هناكل لا ولا إيه؟ أيوة صحيح، هو الأكل فين؟ ايه الندوه القرديحي دي؟ انا لو كنت جايين اساسا عشان تاكلوا، والله العظيم انتوا لا شعره ولا اي حاجه، انتوا كلكم مدعين. يلا بتقرع الله بره، اطلعوا بره. بتطردنا؟ ايوه بطردكم. بتطردني؟ ايوه بطردك يا استاذ عجلان. اتفضل يا عم التت، اتفضل. يا عادل اطرد سمر، اطرد سمر. دي بقى هسيبها مخصوص علشانك، امسكي فيه. يلا بتقرع الله. استاذ عادل، انت مستقبلك بدا يتلاشى قبل ان يبدا. يتلاشى؟ انت تعرف يعني ايه يتلاشى؟ يلا اتكل على الله، اتكل على الله. لحمه ومفيش لحمه، اتكلوا على الله. انا غلطان، انا بطلت شعر. يلا تت، كانت محاوله فاشله فعلا. اتفضلوا. شعر؟ بتقول شعر يا صايح؟ بتقول شعر؟ ده انا لمك يا ابن الشوارع، يا ده انا معاك في البازار شفق. ابعد عن سكة الشعر، تسلم وتعلم بقى من أخطائك مرة في حياتك. عودي. أخطاء إيه اللي أتعلم منها؟ دول ناس مدعين ما بيقدروش الشعر اللي أنا بقوله. يعني مثلاً أنا دلوقتي أقول لكم القصيدة بتاعت يا مصر، هو أنا هستنى أو مش هستنى؟ تستنى ما تستناش، أنا داخل أور المحشي. أنا هأور الكراريس. الكراريس في الأوضة، في الأوضة، لازم أروح الأوضة. ماشي. رانيا بصي بقى هقولك. بصي حبيبي، أنا بحبك قوي بس أنا مضطر أخش لأن أنا موريش أي حاجة جوه. ولا رمزي إيه؟ هتسمع، أنا هتسمع غصب عنك. لا يا عم، أنا كل ما أقعد معاك تخصمني. لا يا عم. تعالي هنا، تعالي هنا. عشان صغيرة يعني بتفتري عليا؟ عشان صغيرة هسمعك غصب عنك. مين الحلم اللي بتديك رنا في ساعة زي دي؟ ده رمزي. عايز ايه رمزي ده؟ ايه رمزي؟ عايز ايه؟ الحقني يا دولا، الحقني، انا في مصيبة كبيرة يا دولا، انا هضيع منك. مصيبة كبيرة؟ تقوم مديني رنا يا غبي؟ ما هو الكارت هيخلص يا دولا، يا دولا انا هضيع منك. عايز ايه يا عم الضايع؟ في ايه؟ لازم نتقابل دلوقتي حالا. نتقابل؟ بص يا رمزي، انا ممكن انزل دلوقتي واجي اقابلك، بس لو لقيت حاجه هبله ولا حاجه ممكن تستنى للصبح. انت بقى ما تستناش الشغل للصبح. طب خلاص يا دولا، مفيش مشكله. ماشي، ايه بقى هو الموضوع؟ عادل قوم افتح الباب، قوم افتح. اوه، ده ايه الليله العجيبه دي؟ ايه يا دولا، في حاجه؟ باب بيخبط يا سيدي. طب ما تفتح يا دولا، يمكن واحده ست ولا حاجه محتاجاك في موضوع ما يستناش للصبح. يا دي الصبح اللي مش لاقي حد يستناه ده. دولا حبيبي، دولا. امسك يا رمزي، حطي دي كده على راسك وحطي ايدك عليها كده وهتبقى كويس. طب واحط ايدي ليه؟ انا تعبان. ما تخلي انت ايدك شويه يا نقنق. نقنق ايه؟ امسك بنفسك، امسك. ايه يا ابني؟ ايه بتحكي سخط في بيتي؟ انت اتجننت؟ ما تحكي بقى وتخلصنا. ايه الموضوع اللي انت مصحي فيه اكاديميه الفنون اللي احنا فيها دي؟ بص يا دوله، انت بعد ما انت سبتني امبارح في البازار بالليل وسبتني ومشيت، انا قاعد لوحدي بالليل يا جماعه في البازار ومش لاقي اعمل حاجه اعملها يعني اسلي نفسي، فقلت ادخل الحمام. وبعدين فجاه سمعت اصوات غريبه بره الحمام. يا مامي. ايوه انا اتخضيت كده برضو زيكم. يا سلام، اتخضيت زيهم وقلت يا مامي؟ لا، قلت يما. فجاه يا جماعه انا اتخضيت بقى وقلت اتشجع يعني. فبعد 5-6 ساعات كده يا رانيا قمت فاتح باب الحمام وخرجت. لقيت بقى التماثيل بره اتحركت، والشبابيك اللي انا لسه قافلها بايديا مفتوحه. يا مامي. وورق البرد يا نقنق كله مترمى على الارض. يا مامي. والخزنه مفتوحه. يا مامي. الخزنه مفتوحه؟ أوه.
ده حرامي يا اهبل، حرامي يا اهبل، حرامي لا يا دولا، حرامي يا اهبل، خزنه مفتوحه، الهوا فتح، انا هبلغ البوليس. لا يا دولا مفيش مانع، يا دولا مفيش داعي، يا دولا مفيش داعي. بصي مفيش حاجه يا جماعه اتسرقت ولا اي حاجه اتحركت يعني. طب مش يمكن يا جماعه يكونوا يعني حراميه وبيتمرنوا لسه، او ممكن يكونوا حراميه ومش عارفين ان هم حراميه. طب ما يمكن رمزي هو اللي عملها وعامل فيها ناسي مثلا. يا جماعه يا جماعه مفيش معنى غير واحد بس للحكايه دي كلها. ايه؟ لعنه الفراعنه. يا مامي لعنه فراعنه، دي لعنه الغباوه، ده حرامي يا اهبل، حرامي يا اهبل. يا دوله لا يا دوله ما تكبرش يا عادل، الحسد جه في القران. حسد ايه بس يا ماما، ده حرامي. لا لا عادل، اوعى تروح البازار انت ولا الواد رمزي ده الا ما تجيبوا حد يفكك لكم لعنه الفراعنه دي. صح, 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 صح يا مرات عمي صح. وبالمره بقى يصلح الحنفيه اللي عماله تنقط دي. وضع على اساس ان احنا نجيب واحد خبير في الفراعنه وسباك في بروجرام واحد. بس يا جماعه ما تقلقوش، انا جات لي فكره، انا بكره الصبح يا جماعه هطلع على القرعه الفرعونيه، مش راجع يا نقنق الا والخبير في ايديا. ماشي، يبقى بكره تروح للقرعه الفرعونيه.